لاعب مميز جدا، دعم اللي ما متواجد الان في المنتخب الوطني. انا شاهد محمد داود ممكن ان يكون اضافه كبيره للمنتخب الوطني، وممكن ان يكون العكس، ممكن اللاعب ان يكون عطاء مع المنتخب غير جيد عكس ما يكون في النادي. المهم تعطيه الفرصه. احسنت، حتى نحكم عليه مع المنتخب. ممتاز، بالضبط، ياخذ الفرصه الحقيقيه، مو مثل جيلوان. جيلوان نزل 20 دقيقه وحكم عليه كتنش انه يبعده، هذا ظلم في حق اللاعب. مستحيل على مستوى العالم ان نشاهد لاعب من خلال 20 دقيقه ولا نصف ساعه ولا شوط. تصفيات كاس عالم. احسنت، مو مباراه وديه واني اجي اشوف. وهذه المشكله ذكرت لك، استبعد اللاعب من خلال تدريبات بسيطه وبالاضافه الى 20 دقيقه، ما اخذت فكره واضحه عن اللاعب. اللاعب اللي تريد الشاهدة بشكل حقيقي ان الشاهدة تعطيه فرصه حقيقيه على اقل تقدير، الشاهدة ممكن مباراه كامله. حلو، وممكن حتى يتابع مباراتين في خط الهجوم تحديدا. تتفق مع ما قاله الكابتن صفوان؟ اكيد، من خلال يعني هسه احنا ما طلعنا من الهداف الدوري، يعني لازم اكو هداف دوري عنده 2 3 من خلال جولتين. طبعا يعني محمد داود عنده هدفين بعد منه. ابرز 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 الهدافين هو محمد داود. يمكن على عبد الزهره عنده هدف، هدف وعلى يعني محمد سجل هذا الدور منار طاها. يعني احنا خلينا ناخذها يعني هداف الدوري وسام سعدون. يعني ما استدعى منتخب وطني، يعني ما ادري ليش هدافي الدوري العراقي ما يستدعون. يعني واحد ما يصير هداف احسن، ما يصير هداف احسن لانه اي لانه وسام سعدون هداف الدوري ما استدعوه. توجهت للدعوة كابتن مر يعني نص ساعه على قولتك، كم 10 دقائق مثل شو اسمه اللي ذكرت اللاعب جيلوان اهم ربع ساعه ونص ساعه ما يتقاس هيك اللاعب. بس اليوم انت تريد تعوض على عباس، استدعي محمد داود. يعني شنو الضير محمد داود؟ شنو الضير؟ طيب مشتاق كاظم مشرف كره النفط معي عبر الهاتف، حياكم الله. تحدثوا المحللين عن غياب محمد داود من قائمه المنتخب الوطني، وأنتم أيضا لكم كلمة كما الجماهير اليوم طالبت بتواجد محمد داود، تفضل لك الكلمة. السلام عليكم حبيبي السادة علي، تحية خاصة إليك وتحية لضيفك الكريمين أحمد دحام المدرب الخلوق ولا أخوي الغالي صفوان عبد الغني. حياكم الله. الله يسلمك حبيبي كابتن. سادة حبيبي، بالنسبة لمحمد داود يعني نحن اليوم يعني هذا قرار فني، يعني قرار فني بحت. اليوم ليس على المدرب مثلما او مثل ما يسحب لاعب بهاي المرحله او بس انا عندي كقناعه اليوم احنا قاعدين انا والمدرب. شباب طوني صوت داخلي كباتن ما يسمعون، تفضل. ايه صفوان عبد الغني، انا قاعد انا وصفوان عبد الغني واحمد دحام قناعاتنا تختلف. يجوز انا اسحب محمد داوود الاخوان ما يسحبون، كل واحد قناعته. بس تبقى انت بهاي المرحله، كل مدرب بمرحله من المراحل يحتاج لاعب، جزء المرحله القادمه ما يحتاجه. بس انا يعني اكون انا اقول يعني كلامي خلي يوصل للجمهور العراقي واطمن الجمهور الرياضي بين محمد داود. يعني قناعتي انا اقول حي سوف يكون موجود بالمباريات الرسميه وسوف يكون يعني القادمه نهايات كاس العالم ان شاء الله. ليش؟ اي انا هاي قناعتي. انت اليوم محمد داود ما سحبه، انا حتى تكلمت مع محمد داود بساعه صار تليفون اول ما طلعت القائمه. قلت له محمد يعني لا تهتم نهائيا، انت جندي لاي للمنتخب، جندي باي لحظه يعني يختاروك انت لازم تمثل البلد. ابد تصرح تصريحات يعني اليوم بالصحافه اي ربما تاثر عليه بالمستقبل، نصيحه مهمه. بس انا اعطيك معلومه مشتاق. محمد داود يوم امس كان موجود بالقائمه الرئيسيه للمنتخب الوطني، اليوم مع الاعلان الاسم محمد داود ما موجود بالقائمه، عندك هذه المعلومه لو ما عندك؟ استاذ انا هاي المعلومه تعرف انت يجوز احنا نسمعها من هنا ومن هناك نسمع، بس انت اليوم القرار الاول والاخير المدرب واليوم طلعت القائمه محمد داود. اليوم انا كنت موجود بالاتحاد العراقي، موجود على الملعب يعني الحمد لله اخذنا ملعب الشعب وصار كلام ويا الاستاذ باسم جورجيس. يعني المدرب عنده قناعه كامله بمحمد داود، يعني كل ما يجي يعني هو دائما يسال محمد داود، حتى يخابروني محمد داود شلون اصابه اكو اصابه، تعرف وقت اللاعب ينصاب باللعبات دائما اقول محمد جاهز محمد هيجي. يعني هو مدرب هسه قناعته بهاي المرحله محمد بهاي اللعبتين يعني. اسالك سؤال كابتن مشتاق، اسالك سؤال. من فضل الله محمد داود ما يحتاج انه واحد يحكي به كثيرا بالاعلام، لانه هناك اجماع واضح على عدم تواجده بالقائمه واكو خلل في خط الهجوم سواء هو وعلاء عباس او اي لاعب يخدم منتخبنا الوطني. يعني واحد من يتحدث ما يتحدث بخجل. بس السؤال اللي اريد اطرحه، معلومه لو توقع بانه محمد داود سيكون في قائمه المنتخب الوطني للتصفيات الاسيويه؟
والله أنا أقول بين المعلومة بين التوقع. الآن عندي دراية كافية من ناحية الفنية من ناحية الفنية أنا أقول محمد داود يختم يعني يختم المنتخب الوطني 100%. وأنا أعرف كل زين لأن هو مدرب عنده ملاحظات على محمد داود عنده خلال هاي المرحلة يراد له يقول يعني بعد تمرين أكثر يراد له بعد جاهزية بدنية أكثر تعرف كل مدرب وقناعته طبعًا بس طبعًا هو يعني من القناعة الكاملة موجودة محمد داود قناعة كاملة من المدرب الأجنبي. أنا أشكرك جزيل الشكر يعني هو قال له هيك يعني قال له هيك يعني معلوماتنا تقول هناك تطمينات بأنه محمد داود سيكون في القائمة مو قصدي مو قصدي مو قصدي إيش يقول هسه